عليكم أم دعاء. وعليكم السلام أستاذة سناء. لاباس عليك. مبروك على الدكتورة سناء الزيادة اللي جات عندها. الله يبارك فيك. وراني فرحانة بزاف اليوم شفت لي الخط معاكم. الحمد لله اللي كنسمعوك حنا معانا. اش من شهيوة عندك بمطيشة هاد الحك؟ تفضل باش غتشاركي. عندي السردين بمطيشة هاد الحك كيجي بحال السردين ديال لاطا. أنا نقول لك المقادير. كيلو ديال السردي. كنحيدوا له الراس وكنحيدوا له العظم. ونديروا له شويه ديال الخل نغسلو مزيان نديروا له شويه الخل ونخلي واحد لواحد الجهه. نعم. كنجيبوا خياره كبيره كنقشروهاش كنقطعوها دواور. نعم. رقاق وجوج خزوات عاودوا نقطيوهم ونقطعوهم دواور. وواحد مطيشه تكون كبيره نقشروها ونقطعوها دواور. نعم. المهم كنفرشوا خيزو في الكوكوت هو الاول. ونتبعوا له الخيار. ونتبعوا له ديك مطيشه. ونجيبوا ديك السردين نغسلو عاود بالماء ونردوه بحال اللي باقي عنده العظم الفورمه ديالو. ونشطفوه مزيان نغطيو ديك الخضره في كوكوت ونحطو ونديروا واحد ورقه سيدنا موسى. واحد عويد ديال الكلوفيل. نعم. ونص كاس ديال الخل ديال الكاس صغير ديال الخل. وكاس زيت العود صغير. وواحد جوج ديال السودانيات. ولطاش مطيشه اللطاش الصغيره هذيك اللطاش الصغيره كاع. كندير واحد نص كاس الماء السخون نصخو فيه ديك مطيشه وشويه د المليحه ونكبو عليها ونسدو الكوكوت. ومنين تبدا تصفر لمده 20 دقيقه كنحلو عليها. حيت كيكون وجدنا ديك السردين كنحيدوه في شي بواطه. ومنين كيبغيو الدراري يمشيو للبحر كنديرو لهم مع الفريت. هذه هي الوجبه اللي تقدم لكم. تبارك الله عليك راكي منوره راديو اصوات وديما راني زعما بحال الصديقه ديالي ديما راك ملي كتبدا راني معك. ربي يخليك وانا سعيده بهذه الصداقه وبهذه الصحبه الحمد لله اللي كتجمعنا. ام دعاء راكي انت هي البوله ديال راديو اصوات. الله يبارك فيك. شكرا كلشي على كاب على اللي معكم في شكرا ام دعاء شكرا لك رقمك 3